حقيقي، لانه ان شاء الله ربنا هيكرمنا في هذه المباراه بوجود جمهور عظيم، جمهور النادي الاهلي اللي دايما دايما واقف في ظهر فريقه، بيدعم ويساند وكل حاجه حلوه بيعملها. الحقيقه يمكن بنشوف دايما ان اللعيبه اللي بتجيله فرصه لعب للنادي الاهلي والاستمتاع بجماهير النادي الاهلي، لما الجمهور ده بيحضر المباراه، اللعيبة دي بتبقى لعيبة محظوظة الحقيقة في الدنيا. أنا كنت من اللاعبين المحظوظين اللي حضروا هذا الأمر، لأن جمهور النادي الأهلي غير أي جمهور في العالم. لما تشوف إن شركة تذكرتي بتعلن بعد أقل من 7-8 ساعات إن 50 ألف تذكرة، 50 ألف تذكرة، وفي آلاف وملايين نفسهم، أنا نفسي أنا لوحدي 50 ألف عايزين يحضروا معايا، عايزين تذاكر مني والله العظيم. كل واحد فينا كابتن مطلوب منه ساعه الاستاد تذاكر تقريبا. يعني كل واحد فينا على رايك مطلوب منه. فالحقيقه جمهور النادي الاهلي ده جمهور عظيم جدا، اللي ان شاء الله ان شاء الله اللعيبه تشوف الجمهور ده. خلي بالك اللعيبه دي برضو من فتره طويله جدا ما شافتش الجمهور، ما شافتش 50 ألف. بس هم راجعين من كاس عالم، بس هم راجعين من كاس عالم، كانت اجواء ال 50 ألف دي بالنسبه لهم عاديه. انا اقصد ان جمهور الاهلي 50 ألف باعلام حمراء. لا طبعا، دي بقى لها فتره كبيره جدا، من ماتش سان داونز اللي احنا كنا بنقول عليه ده اخر ماتش جه بالعدد ده تقريبا، يعني صحيح قبل كده ما كانش فيه حتى العدد دي. صحيح. وبالتالي حضراتكم جماهير عظيمه جدا جدا جدا، وانا متاكد ان يوم 1 ابريل ده وكالعاده انت لما بتحب تعمل حاجه دايما اي حد في الرياضه، في الرياضه داخل مصر لما بيحب يعمل حاجه بيروح للنادي الاهلي طبعا. فبالنسبه لنا ان انت تلاقي النادي الاهلي هو اللي هيدي المفتاح او هيدي البدايه ان شاء الله، دي البشره لعوده الجمهور لكل الالعاب وكل، برافو عليك، دي البشره. فلما تبقى عند النادي الاهلي او عند جمهور النادي الاهلي، انا متاكد مليون في الميه، مليون في الميه، صدقوني كل ما يحدث حول المباراه ده، المستطيل الاخضر اهو مثلا، ده المستطيل الاخضر، فالمستطيل الاخضر هو اللي يهمني. ما يحدث حول المستطيل انا مش هتكلم على حد ولا هقول حاجه ولا ليه علاقه بحد يا عبد الرحمن. احنا كلنا، كل جمهور الاهلي واحنا كاعلاميين اهلاويين وكل الناس اللي تختص بالنادي الاهلي، ملهاش دعوه غير بالملعب. الله ينور عليك. ملناش دعوه غير بدورنا احنا كمشجعين، ان احنا هنروح نشجع ونساند الفريق، وبناء عليه الفريق برضو ملوش دعوه غير بان هم يادوا في الملعب برجوله، وفي الموضوع في ايدينا. مش كده يا كابتن؟ مظبوط. دي لعيبه النادي الاهلي يعني. هو ده اللي احنا دايما بنتكلم فيه، وهو ده دايما اللي احنا عايزينه، اللي هو ايه؟ احنا ليس لنا علاقه باي شيء اخر، احنا لنا علاقه بحاجه واحده فقط، وهي ملعب المباراه يوم 1 ابريل الساعه 9، من 9 ل 11. 45 دقيقة أو أكتر شوية شوط أول، و45 دقيقة في الشوط الثاني. ربنا يكرمنا إلا إذا حصلت حاجة خلتنا نصل إلى أكتر من كده، لكن في النهاية اللي أنا أقصد أقوله إيه؟ لن اتكلم ولن يتكلم اي اعلامي او اي اعلام في النادي ده، وجهه نظري طبعا، انا ولا حتى الجمهور يا كابتن، ولا حتى الجمهور، ما حدش اتكلم على فكره كل اللي حصل ده، ولا احنا خدنا بالنا منه. صح. احنا كل اللي علينا وكل واحد عارف دوره كويس، من اول الجمهور والجهاز الفني واللعيبه ومجلس اداره النادي الاهلي. ما مجلس الاداره كان ممكن يرد مثلا، لكن ده ما حصلش. ليه؟ لان النادي الاهلي عارف كويس جدا دوره، عارف ان دوره في الملعب، كل فرد في منظومه النادي الاهلي عارف ان احنا كل اللي لينا المباراه، نتيجه المباراه تحديدا، يعني ملناش دعوه بكل اللي بيحصل بره الملعب خالص. صحيح. محدش هيطلع يرد، يعني لا الجمهور هيطلع يرد، وجمهور النادي الاهلي ارقى جمهور في الوطن العربي وفي افريقيا. جمهور النادي الاهلي عارف دوره، هو دعم الفرقه فقط لا غير، واحنا صحيح. عارفين ان احنا هنكسب، عارفين ان شاء الله ان شاء الله المباراه دي مباراه التاهل. فال 50 ألف متفرج اللي هيكونوا موجودين في الاستاد، مع ال 11 ملعب، ال 11 لاعب اللي في الملعب، مع الدعم الكامل من كل الاجهزه الرياضيه في البلد دي، كلهم على امل واحد بس وعلى هتاف واحد بس، وهو تاهل النادي الاهلي للمرحله اللي بعد كده.